السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنركب مع بعض المجسم البيت الجميل ده. يلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة من الأجزاء دي فك الغلاف. طبعا كل مرة بنجمعها المفروض اللي احنا بنبص على شكل المجسم ده، وبعد كده بنبص على شكل الأجزاء. الأجزاء الخشب دي مترقمة هنا كل جزء برقم، تمام. يلا بينا نبدأ نفرج الأجزاء زي ما اتعودنا كل مرة. بعد ما فرغنا الأجزاء بالشكل ده ورتبناها بالشكل ده تحس الموضوع بقى بسيط. Thank you.
وبكده خلصنا. ايه رأيكم في البيت الرائع؟ جميل جدا، قدامه الشجرة وفي بلكونة كده حرف ال، صراحة حاجة جميلة جدا. احساس بالانجاز لما تكون بتركبه مع حد من ولادك متجمعين، خصوصا في ايام الشتاء البرد دي، وتجمعوا مع بعض نبني بيت زي الجميل دوت. طبعا ممكن نلزق اي جزء من الثابت بالامير ده او بالصاروخ ده، سوبر جلو، النوع ده ممتاز جدا يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبكده يكون خلصنا البيت الجميل ده. ايه رأيكم؟ شجر دوت وفيه هنا بلكونة حرف ال، حاجة بصراحة جميلة جدا ومميز جدا لما يكون بنجمعه مع بعضنا احنا والاولاد في البيت. بصراحة في كمية تركيز جميلة جدا، وبصراحة انا مبسوط جدا ان انا ركبته، لان كانت اول مرة اركبه قدامكم حالا، فاحساس بالانجاز كده. نعمل لايك وشير وسبسكرايب ونشير القناة لجميع اصدقائنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.